زي ما احنا شايفين دلوقتي، زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه، لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الافريقي. بنتمنى فيه كل التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي حصل على 7 بطولات في السوبر الافريقي، نتمنى ان شاء الله يكون اللقب الثامن، ودايما النادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه. ده وصول فريق الرجاء، يعني ملعب التدريب اتمرن النهارده بعد النادي الاهلي، وموجود دلوقتي كل لعيبه الرجاء مستعده. وزي ما بقول لحضراتكم، الاهلي والرجاء دايما، الاهلي وماتشات شمال افريقيا مباريات قويه، مباريات فيها نديه. برضو فريق الرجاء فريق محترم، عبد الاله الحفيظ احنا شايفينه برضو من اللاعبين المميزين جدا في فريق الرجاء، يتعمل له الف حساب. برضو عندهم عناصر مميزه، اكيد مستر موسيماني هيقعد ويدرس الفرقه ويحفظ لعيبه النادي الاهلي كل التفاصيل الصغيره. وزي ما بقول لحضراتكم، دايما التفاصيل الصغيره مهمه جدا في المباريات الكبيره. كره ثابته ممكن تخلص المباراه، التزام دفاعي في كره ثابته هم مميزين فيه، ممكن يخلص المباراه. المعنويات مرتفعه، ده لعيبه النادي الاهلي بعد الانتهاء من التدريب النهارده، رامي ربيعه، بدر بنون، علي معلول، مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، ومجدي قفشه، كل اللعيبه ان شاء الله مستعده استعداد كبير. اللعيبه المصابه كلها ان شاء الله جاهزه، باستثناء متولي بس هو اللي خارج المباراه، لكن احمد عبد القادر خلاص تم شفائه، شارك في التدريبات، علي معلول شارك، بدر بنون، ايمن اشرف، كل الرؤيه الفنيه دي ان شاء الله متاحه تحت ايد بيتسو موسيماني، هو اللي هيحط التشكيله. نتمنى له ان شاء الله بكره يقدر يحط تشكيله جيده لبدايه المباراه. وده العريس اليو ديانج، اتمنى ان شاء الله العروسه يبقى وشها حلو وتبتدي معانا كده في الاهلي بمباراه السوبر الافريقي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.